حنا الحضور ديالنا نساند، حنا جينا باش نديروا هذه الوقفه نساند الاذن ديالنا، راه ماشي الاذن ديال هذاك، لا حتى هو اذن ديالنا، لان كما اليوم غادي يتعرض هذاك الاذن، حنا غدا غادي يتعرض الاذن ديالنا. ما بقيناش هاد الوليدات ولينا كنخافوا عليهم، ولا هاد الوليدات من اللي كيمشي يخرج الشارع خصك تبقى دير الاحتياط عليه، اذا ولا تخوف. لهذا حنا نطالب السلطات الامنيه والسلطات المحليه تشديد العقوبه الصارمه على حق هاد مثل هاد الفاعلين. هادو هما اللي كنتمنى ان شاء الله من هذا. بالنسبه للقضاء الحكم بان هذا ما كيخولش، ولكن حنا بغينا الفصل ديال 471 473 477 خص يكون الحكم ديال الاعدام في حق هذا الفاعل هذا اللي عمل من هذا العمل الاجرامي. القضاء المغربي اللي تيخدمو وهو الحق، والحق هو اللي قتلتي خصو يتقتل، ويني اللي قتل بترصد وعول على القتيله، ونهار فاش عول عليها ودارها في دماغه، راه في الحقيقه راه هو عدم راسه، راه ما خصو يعرف بان ما عندوش الحق يقتلو، وإلا قتل راه خصو يتقتلو صافي، روح مقدسه.